صباحكم الله بالخير متابعينا. اليوم موجودين احنا في مصنع اوال، وهني صوب غوب الزبادي. هني يتم إنتاج حليب أوال. ٣٠٠ ألف علبة حليب يتم إنتاجها يومياً. الايس كريم حاليا فانيلا ودش تحت. عقبها يدش في ذي الآلة للتغليف. المرأة البحرينية تثبت نفسها دائما في أي صناعة في أي مجال. تشوف المرأة البحرينية وراء قصة أي نجاح. ثلاجة 26 تحت الصفر يعني سكيمو. عاصمة الزحمة. تذكرون هالعصاير اندثرت قبل 4 سنوات من المصنع، غيروا الباكيجينج مالهم وصاروا بشكل احلى. وهذه عاد كريم ذهب خذناه دايركت من خط الانتاج بتاريخ اليوم نجربه. وعندهم ايس كريم شكر فري ولوفات. وعندهم 8 أنواع من الايس كريم 5 لتر حق اصحاب محلات الايس كريم. يا حياكم الله متابعينا، حاليا موجودين في مكان ثاني الا وهو مزرعة تسنيم. طبعا المزرعة الترفيهية والمتكاملة مفتوحة من 7 الصبح إلى 7 في الليل. خلني أرويكم الحين شنو فيها بالضبط. المزرعة هي عبارة عن مشتل، عبارة عن حديقة حيوان، عن كافتيريا، عن محل يبيع المنتجات البحرينية. بنأخذكم الحين إن شاء الله في جولة أرويكم حتى ألعاب اليهال الموجودة في المزرعة. أشجار الموز وهني البروكلي. والمزرعة تمنحكم تجربة قطف المنتجات الزراعية بنفسكم. مجمع تسنيم الترفيهي تقدر تقطف فيه بنفسك مثل ما قلت لكم من ساعة. الحين بأرويكم هذه الخيار بس
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله بعد خيار واحدة حق اليوم السلطة. يا سلام، الله يزيدهم الصراحة من خير ونعيمة. هذه الذرة الحلوة في مجمع تسنيم متر فيه، ما شاء الله، الله بارك لهم. في الجرين هاوس عندهم 5 أنواع من الخس، هذه الرد، هذه الوايت، هذه بعد نوع ثاني، وهذه الخس الأمريكي. طبعا الزراعة قاعدة تتم بالماء. وهذه الطماط لحن تو طالع، وعندهم تقريبا حوالي 7 أنواع من الطماطم. هذه القرعيات في مجمع تسنيم الترفيهي، الله يبارك لهم. وهذه الخيار الهندي بعد موجود في مزرعة تسنيم. الباذنجان عندهم 3 أنواع، الأبيض وهذه الأسود وهذه البنفسجي وهذه الكوسة الصفراء مثل ما احنا نشوف. يتم زراعة الريحان والزعتر والفوطن والنعناع، طبعا هاي كلها نباتات عطرية. وغير الزراعة والنباتات عندهم حديقة الحيوان ودشتها ب500 فلس، أما المزرعة دخولها مجانا. أكثر من 30 نوع من الطيور والحيوانات موجودة في مزرعة تسنيم. وهني قسم الدواجن والمواشي. هذه النبتة المستحية سبحان الله تسكب روحها. عندهم مطعم شعبي داخل مجمع تسنيم، وطبعا يكون فل بالناس ما شاء الله. اللهم طيبا نافعا. مدينة حمد الحين.